مستعدة مع حضراتكم في هذه الفقرة أهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح واللي هتحصل النهاردة بإذن الله. خلينا دلوقتي نروح معاكم لموضوع تاني. الحقيقة يمكن إحنا في فصل الصيف لما نيجي نبص كده على الشواطئ اللي موجودة عندنا في مصر بنلاقي زحمة يعني كبيرة جدا، وبنبقى متخيلين دي أزحم شواطئ في العالم، لكن بقى المفاجأة إنه في دول تانية فيها شواطئ بتكون زحمة جدا جدا، يعني الشواطئ دي بتستقبل آلاف المصيفين يوميا. الشواطئ دي موجودة فين؟ موجودة في الصين، كوريا الجنوبية، البرازيل، كمان في المملكة المتحدة. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. مدن مصر الساحلية مش هي المدن الوحيدة اللي هتلاقي فيها تكدس وزحام على الشواطئ في فصل الصيف. في شواطئ مشهورة بزحمة المصيفين في كل حتة في العالم، لدرجة إن الشواطئ دي بتستقبل ملايين الأفراد يومياً. وعلى الرغم من الزحمة اللي ممكن تشوفها هناك، لكن الناس كلها مبسوطة وسعيدة. مثلاً في شاطئ في الصين اسمه داليان، وده موجود في الشمال، وبيتم تصنيفه إنه من أكتر الشواطئ ازدحاماً في العالم. المصيفين بيروحوا له أول ما درجة الحرارة بترتفع علشان يستمتعوا بالبحر. كمان شاطئ هايونداي في كوريا الجنوبية، الشاطئ ده هو الامتداد الصغير من الرمال في مدينة بوسان، وهناك المصيفين بيحبوا دايماً التوجه للمكان ده علشان درجة الحرارة فيه طبيعية، والشاطئ هناك مليان بالمعالم الترفيهية الفريدة من نوعها. حتى إن الشاطئ ده نفسه بيروح له كل سنة أكتر من 2000 سباح كوري علشان يحتفلوا بمهرجان الدب القطبي. كمان في مدينة برايتون الإنجليزية في شاطئ هناك باسمها، الشاطئ ده مشهور بالأكواخ الشاطئية والرمال المرصوفة بالحصى والمتنزه طوله 4 ميل، وبيحظى كمان بشعبية كبيرة بين سكان لندن اللي بيحبوا يصيفوا فيه، والموضوع بيوصل لتكدس كبير جداً على الشاطئ، وبيتجاوز العدد أكتر من 3000 شخص، وده في الأيام العادية، يعني ممكن نقول إن وقت التنزه ونزول البحر ممكن نلاقي العدد أصبح الضعف. كمان شاطئ إيبانيما البرازيلي اللي موجود في ريو دي جانيرو، الشاطئ ده طوله 2 كيلومتر وبيكون فيه زحمة في الأيام العادية بتوصل لأكتر من 5000 شخص من المصيفين.